أخبار اليوم. معانا هنا يا فندم. طيب علي الوزير، يعني بالتاكيد لا يصح ان يكون الكاتب الكبير مكرم محمد احمد الان على المسرح ويكرم، وبالتاكيد سيكون له كلمه بعد التكريم. ماشي يا فندم. الأستاذ محمد عبد الهادي علامة.
كل القواعد. هيطير بعد استاذ وليد عبد العزيز. هي المنارة للصحافة المصرية. أشكركم شكرا جزيلا.